اي لا حول ولا قوه، اشتغل عماله ومعيشته. عندي وليدي هذا الكبير عمره 20 سنه سقط ظهره. مخيم اللطيفيه أم سعد، امرأة كبيرة في العمر تعمل في حصاد المزروعات بأجر يومي بسيط 5000 دينار باليوم حتى تعيل عائلتها، عندها ابن مقعد يعني ما يقدر يشتغل أصلاً لعائلتها. هي تسكن بخيمة في مخيم اللطيفية. أم سعد ناشدت برنامج لوكيشن لإنقاذها من واقعها المرير، وبدورنا إحنا طبعاً نريد ننقل هذه المناشدة وآلاف المناشدات اللي توصلنا كل أسبوع إلى المسؤول وإلى من يهمه الأمر. يعني هذه المرأة كبيرة بالعمر تتنخى بكم وتقول يا ريت بس عندي راتب شيء بسيط أقدر أعيش به جهالي، ما أعرف معونة، ما أعرف ممكن يسوي لها راتب رعاية اجتماعية، لكن هي يعني اللي شفناه وضعها جدا تعبان. خلونا نشوف. أنا بالخيمة قاعدة، اي لا حول ولا قوه، اشتغل عماله ومعيشته. عندي وليدي هذا الكبير عمره 20 سنه سقط ظهره، قالوا لي انزلاق وما خليت قمت اتدين وحط عليه اكلني اكل. وهذا الثاني طالب مدرسه، هم حايره بي، هم يريد ملابس ويريد، وانا اشتغل يوميا ب 5000. والله يا يم، يعني يمه شلون تشتغلين بالضبط؟ والله يا سيدي احول احول سيدي 5000، اجيب به المسواق، أجيب له المدرسة ملابس، أدفع له مدرسين السنة 100، كل سنة كل 3 دروس كل درس 100. والله يا يما الشهر 25، عندي ضمور بعيني، عنده مية بيض، طلبوا علي عملية مليون ما قدرت لها وقعدت سكتت. يما ست وين عايشين بالضبط؟ شنو وضعية العيشة مالتكم؟ والله العيشة هنا زفت بالمخيم، عايشة عيشة ماب. ايه اشتغل انت عشا ما اشتغل نظام. اناشد اهل الخير والمسؤولين ينظرون بحالتي وشوف حالتي، انا يعني بهالعمر اشتغل عماله وعيش جهالي. عندي وليد يعود يعيني سقط ما يقدر يشتغل. اريد من الله ومنكم. عاد لو راتب سبوبه اعيش بيها.